تمكنت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين حول المسار الدستوري، وذلك في ختام اجتماعها بالقاهرة، من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مواد مسودة الدستور. وفي كلمتها في ختام أعمال اللجنة، أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن امتنانها لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية، مشيرة إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري شهدت مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية.